بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية، رعت السيدة تريسي شمعون السفيرة اللبنانية بعمان الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال لبنان الشقيق، بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات ومسؤولين ووجهاء وأعيان ورجال دين وأعمال ورؤساء الهيئات العربية والأجنبية المعتمدين في المملكة، والمدير الإقليمي لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان وأبناء الجالية اللبنانية وجمع كبير من المدعوين. وفي كلمتها الترحيبية عبرت السفيرة شمعون عن سرورها بخدمتها في سفارة بلادها في الأردن لما لمسته من روابط مشتركة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والأردني كالثقافة والنضال والتاريخ العريق، وقالت إن أرض الأردن أرض طاهرة ومقدسة لما حملته في جعبة تاريخها من حضارات دينية عريقة، وأن انفتاح البلدين تجاه التنوع الديني والحضاري يجعل من لبنان والأردن نموذج في المسامحة والعدالة والحرية في زمن يتجه فيه العالم إلى العنف والتطرف، مؤكدة في كلمتها أن لبنان والأردن يتشاركان في ظروفهم الصعبة وفي مواقفهم الواحدة تجاه القضايا المصرية في المنطقة. هذه الأرض التي نعيش عليها دون أن ندرك قيمتها هي مهد الحضارات والديانات السماوية، وأنا أشعر بالطمأنينة للصداقة التي تربط لبنان والأردن منذ بداية عهد استقلاليهما والتزامهما تجاه السلام والحفاظ على كرامة الإنسان في هذه المنطقة. انفتاحنا تجاه التنوع الديني والحضاري يجعل من لبنان والأردن نموذجين في المسامحة والعدالة والحرية في زمن يتجه فيه العالم إلى العنف والتطرف. أتمنى لكم عيد استقلال سعيد. عشتم، عاش الأردن، عاش لبنان.